يعني هي ما أعرف، هو يا أما حقد يا أما حسد يا أما هي ناس تربت على الحقد. يعني هو سيد مقتدى منين؟ يعني بالمناسبة هو ابن العراق، هو ابن المرجعية. ليش هاي الهجمة وليش هذا التجاوز وليش هاي التخوين من قبل أخوتنا الذين يدعون المقاومة ويدعون الجهاد وإلى آخره؟ ما هو ابن المقاومة، هو ابن الجهاد. شلون يعني؟ قلونا شلون وياكم وتالي هوياكم؟ أنتم كل ما تزدادون بحقدكم وتجاوزكم وأسلوبكم هذا المو صحيح، كل ما نزداد حبا. بابا خلوا لكم خط رجعة، ترى الدنيا ما دايمة والدنيا ما مخلدة، وخليها ببالك، خليها ببالك، هاي أهم شيء تخليها ببالك. وراك حساب وكتاب، وكل إنسان أنزمناه طائره في عنقه يوم القيامة يحاسبونك. أنت ليش تغلط؟ ليش ليش تسقط؟ وشنو ومنو وليش؟ أهدأ وخليك مسترخي ولا تتأثر بهاي القيادات، قياداتكم خلينا نقول لا تتأثرون بهم. أنت عليك بنفسك. القرآن الكريم يقول يا أيها الناس عليكم بأنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فلا تتأثر. حتى وإن كان سيد مقتدى الصدر قابل المنتخب العراقي، ليش هم ما يستاهلون؟ أي واحد اللي يريد يقابل المنتخب العراقي أهلا وسهلا. وشنو الاعتراف؟ وشنو المشكلة؟ ناس فرحوا الشعب العراقي مو؟ والسيد مقتدى شوف خليها ببالك، السيد مقتدى الصدر أي واحد كائنا من كان، مو شرط للمنتخب العراقي، هذا أبسط شخص، أفقر شخص بالعالم يزرع الابتسامة لدى الشعب العراقي، يسا من خلال موقف، من خلال فد برنامج، من خلال فد سيناريو، من خلال فد مسلسل، فيلم، لعبة، طوبة. هذا السيد يحبه ويعشقه ويريده مو؟ هذا هو ديدنا آل الصدق، ناس محبين للسلام، ناس يعشقون السلام، ناس يعشقون المحبة. هاي شكرا.